كذلك قال اتخاذهم بطانة، نعم لا يجوز أن يتخذوا بطانة كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهذول خلينا نقول أحسن الكفار، اليهود والنصارى أهل الكتاب أحسن الكفار، ومع هذا لا يجوز أن يتخذوا بطانة. وقد دخل من أبو موسى الأشعري على معاذ أو العكس، دخل أبو عبد الله بن مسعود من على أبو موسى الأشعري وكان عنده كاتب نصراني وزير نصراني، يعني قال لا حتى تزيله من عمله، هذا من الموالاة، يقول هذا من الموالاة لا تتخذه بطانة، ولا يعني هذا أن لا تتركهم يعملون، لا يعملون لكن لا يتخذون بطانة، لا يمسكون مناصب